منذ الساعات الأولى لانطلاق مترو الجزائر وعودته إلى النشاط رصدنا هذا الإقبال الكبير للمواطنين على هذه الوسيلة الموفرة للكثير من الوقت. اليوم فرحنا بزاف، نضاري بزاف، نجوب السيارة بزاف باش الدور باش تقاري باش تستاسيوني يقلك بزاف. اليوم الحمد لله يا ربي، بالك إن شاء الله هون في رمزور نرجعوا إن شاء الله للحياة الطبيعية. انا كان عندي تيكي تاع دي فواياج ا كوز دو لا بانديمي على جال كورونا اي تو ما استعملتوش، دونك دوكو دوكا ما حبش يمشي لي فلا باغي سي نورمال فاليدي تاع عام، دونك يبيان دو رومبورسي مي سي زوتر فواياج كو جي با كونسومي فلا بيريود هذيك تاع الكوفيد. الحمد لله يا ربي، قعدنا اون اني وحنا سوفري في لي بيس، مي ندير ان كار دور اون دي ميور ندير ماكسيموم اون اور ولا غير صافي بليزير ولا غير صافي بليزير. ان شاء الله تعالينا هاد الكورونا وان شاء الله نولوا كيما كنا، والحمد لله هم واقفين بالاجراءات، كانوا اللي يقعد اون بلاس نخلي ان في نرجعوا دو بلاس، ميم لو كونترول يا كون بروبليم صافي بليزير. والله كي فرحت انا اليوم كي مشى، عطاش كنت عند الطبيب ما طولتش بعد 10 دقائق 5 دقائق. انطلقنا الصباح على الساعة 6 صباحا كالعادة، الناس احترموا المسافة ديالهم الحمد لله، الناس كانوا متفاهمين كانوا فرحانين بزاف لوفيرتور تاع المترو، وان شاء الله يقعدوا يمشوا بهذا لو ريتم تاع الاحترام تاع المسافات ديالهم. عودة مترو الجزائر إلى النشاط صاحبته سلسلة من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، بداية بزيادة عدد القاطرات ثم رفع وتيرة التناوب وصولا إلى التخصيص العدد الكافي من الإطارات والأعوان للمراقبة التنفيذ الصارم لهذه الإجراءات. احنا كسائقين كنا دائما في نشاط، احنا عمرنا لا حبسنا باسكو كانت لا كونتينيتي دو طرافاي لضمان صيانة القطارات. احنا في اول يوم باش نضمنوا اريحيه للمواطنين خلال التنقل تاعهم عبر الوسيله نظمنا وقمنا باجراءات وحطينا مخطط بروتوكول صحي حتى نضمنوا تنقل سليم وصحي وامن لكل المواطنين حتى الموظفين تاعنا على طول الخط. ابتداء من اليوم من 6 صباحا نظمنا على مستوى الوكالات التجاريه تاعنا الاربعه المتواجده على طول الخط عملية استرجاع حقوق المشتركين نتاعنا عبر التجديد أو إعادة التشغيل والخدمة. مترو الجزائر يعود للنشاط مجددا، والكفاءات الجزائرية ترفع التحدي للتسيير الكامل لهذه الوسيلة الحيوية. ومرافقة للحدث يلتحق بنا على المباشر من محطة المعدومين أمين شقبقب. أمين، إذا نواصل معك النقل، عودة نشاط مترو الجزائر الذي لقي استحسانا كبيرا من طرف المواطن. نعم سهيلة، إذا استئناف رحلات مترو الجزائر بعد غلق لعدة أشهر جاء تنفيذا لقرارات السلطات العليا في البلاد وفي إطار استراتيجية الحكومة للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي. وزارة النقل وفي بيان لها قبل أيام أصدرت بيان عن إعادة فتح الرحلات، وقد حدد التاريخ 5/7 أكتوبر كتاريخ لانطلاق الرحلات، وقد تم ذلك فعلا هذا اليوم على الساعة 6 صباحا. وزير النقل أسدى تعليمات إلى مؤسسة تسيير مترو الجزائر بضرورة احترام البروتوكول الصحي واتخاذ كافة الإجراءات الصارمة اللازمة لمجابهة فيروس كورونا. إذن كما تشاهدون متواجدون هنا في محطة المعدومين بالرويسو حيث الإجراءات تتم على أحسن ما يرام، وأعوان الأمن يسهرون على احترام البروتوكول الصحي. المواطنون الذين تحدثنا معهم صباح اليوم أبدوا ارتياحا كبيرا لعودة نشاط المترو خاصة الطلبة. وزير النقل كما قلت أمر بتدعيم عدد القاطرات والرفع من وتيرة التناوب لتقليص
عدد الرحلات، كما أمر أيضا بتخصيص العدد الكافي من الإطارات والأعوان لتنفيذ هذه الإجراءات ومرافقة المواطن لاستعمال الوسيلة. قلت المواطنون أبدوا ارتياحا كبيرا خلال حديثنا معهم صباح اليوم، حيث استعمال خطوط المترو ستجنبهم الازدحام المروري في الطرقات وسيساهم في تنقلهم بسرعة. تجدر الإشارة بأن الدخول الجامعي سيكون الأحد المقبل، وبالتالي سيساعد هذا القرار الطلبة. معي أحد المسافرين، مساء الخير، كيف تلقيتم خبر إعادة فتح المترو بعد إعادة الغلق؟ الحمد لله كيف فتح المترو، كنا نسفريو بلعبين، الحمد لله كيف فتح راح يسهل علينا التنقل، صرتوا احنا كشباب وطلاب نسحقوا في التنقل تاعنا. الرسالة اللي توجهها للمسافرين بسبب احترام بروتوكول الصحي وتجنب ارتفاع حاصلة الإصابة؟ حنا نقول لهم لازم يحافظوا على المترو أولا، وكذلك يطبقوا البروتوكول الصحي للكورونا. شكرا جزيلا. معنا أيضا إحدى المسافرات التي سرت اليوم بخبر إعادة فتح رحلات المترو. مساء الخير أنستي، ما هو شعورك اليوم بعد إعادة فتح؟ والله غير ما نكذبش عليك، راني بزاف فرحانة، صافي بليزير. الوغ لا أنا نستخدم بزاف المترو، ديجا في اليامات اللي فاتوا كنت نروح كلونديز تاع تاكسي كورسا بزاف عليا، وراني بزاف فرحانة، صافي بليزير. بالنسبة لي أنا سواء اللي يخدموا سواء اللي يقراوا حاجة مليحة الحمد لله. كي شغل لي نهار اليوم بالنسبة لي راه عيد، بيسك نستخدموا بزاف خاصة بعد معاناة في ازدحام الأمور مع السيارات. الرسالة اللي توجهها كمستعملة مترو للمواطنين لتجنب الإصابات واحترام بروتوكول الصحي، شنو هي الرسالة؟ الواحد يفيتي قد ما طاق تجمعات، نسيو نقضيو حنا بانفسنا، نسيو حنا نقضيو على هذا الجائحه كورونا، وان شاء الله ما يكون غير الخير منا القدام ان شاء الله. شكرا جزيلا، رحله ممتعه. معنا ايضا السيد، يلتحق بنا السيد الرئيس المدير العام لشركه تسيير مترو الجزائر. سيدي، اليوم حدث هو اعاده فتح رحلات المترو، ما هي الاجراءات المتخذه اليوم؟ أولا وقبل كل شيء رحبوا بكم كما رحبنا بكامل المسافرين. بعد زيارة السيد الوزير وزير النقل البارحة على طول على مستوى مركز القيادة في المديرية العامة أو على مستوى المحطة المتواجدين فيها حاليا، وثم في محطة ساحة شهداء وين قدمنا له كامل الشروحات وتحاور مع العمال والموظفين، وين سجل الرضا نتاعو على ما قمنا به. ماذا قمنا؟ قمنا بتحضير بروتوكول صحي صارم كما راكم تشوفوا، هذا حفاظا على سلامة المسافرين والموظفين نتاعنا. الأساس نتاعو هذا البروتوكول الصحي مبني خصوصا على التباعد الجسدي مع وضع الكمامة. التباعد الجسدي باش عوضناه، دونك التباعد الجسدي على مستوى الشبابيك او الوكالات او حتى على الولوج الى المحطه، وثانيا داخل القاطرات وين نقصنا عدد الركاب، بالمقابل عوضناه بحاجه ثانيه طبعا باش المسافر يكون يسافر بأريحية، هو أن زدنا عدد القاطرات باش تكون المدة الزمنية بين مرور قاطرة وقاطرة بعدها هو 4 دقائق و30 ثانية. جدير بالذكر أن إعادة فتح المترو جاء بسواعد جزائرية 100%، هذه النقطة أريد أن أشير إليها. سيد المدير العام، ممكن بخصوص هذه النقطة المهمة، إعادة الفتح جاء بسواعد جزائرية 100%، سائقين، موظفين، تقنيين ومسيرين. بعد انتهاء العقد اللي كان مع مبرم مع الشريك الأجنبي اللي كان مكلف باستغلال وصيانة مترو الجزائر، وفي إطار العقد هذا بند من البنود تاعه هو تحويل المهارات
للطرف للعمال والموظفين الجزائريين، هذا من جهة. من جهة ثانية العمال نتاعنا خريجي المدارس والمعاهد والجامعات الجزائرية، يعني عندهم تكوين عالي في كامل الاختصاصات، وزادوا اداوا الكفاءة هذه في الميدان هذا الجديد، هو ميدان المترو. هذا مكان اللي مكننا اليوم مع انتهاء العقد مع الشريك الأجنبي أنه كل التسيير من صيانة وبرمجة واستغلال وحتى التسيير الإداري للمؤسسة قامت به كلها سواعد جزائرية 100%. شكرا جزيلا سيد رئيس المدير العام لشركة مترو الجزائر. إذن كما شاهدتم هكذا كانت أجواء إعادة فتح رحلات مترو الجزائر. نتمنى رحلات ممتعة للمسافرين، ونتمنى أيضا أن يلتزموا بإجراءات البروتوكول الصحي. شكرا. نعم شكرا لك زميل أمين شقبقب على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من محطة المعدومين مترو الجزائر.